انتج طاقه كهربائيه من الشمس، اخد منطقه ومساحه زي دي كبيره جدا، يعني اعتقد بتضيف تكلفه الارض على المساحات العمليه شاقه جدا. لو حضرتك حطيت نفس المحطه دي فوق اسطح المباني اللي حضرتك هتنشاها هتلاقيها اقتصاديه جدا. يعني دي ممكن تتحط فوق الاسطح؟ مظبوط يا فندم. امال انتوا عملتوها ليه كده في منتشره على مساحه من الارض ضخمه؟ هنا احنا حضرتك كان الهدف من انشاء المحطه دي اول حاجه، دي اول محطه بالحجم ده تدخل على الشبكه في جمهوريه مصر العربيه، كانت الوحيده من نوعها في 2010. فده كان ديمونستريشن لي، كان بيان لقدرات الطاقه الشمسيه بنعرف بيها. عندنا كم مزرعه زي دي؟ هم 40 محطه، ما مجموعهم 2000 ميجا وات. 2000 ميجا وات. ميجا وات. المحطه اللي قدامنا دي بالجزء المتحرك بتاعها، هي جزئين، واحد ثابت واحد متحرك، دي كلها 6.1 ميجا وات. الجيجا تساوي كم ماليا في المتوسط؟ الجيجا حضرتك تساوي 1000 ميجا. الميجا وات هناخد السعر بالوات وحضرتك تضربه بقى في ايه، في 10 اس 9. احنا قلنا ان الوات هنا بيكلف حوالي نص دولار. تمام، نص ل 6.1 ده كلوح، لكن كمحطه التكلفه ترتفع تبقى في حدود الواحد الى 1.1 حسب المنطقه وحسب الحجم بتاعها. طب لما بقول لك طاقه كهربائيه من الشمس مقابل او بالمقارنه بالطاقه من الرياح، بالطاقه الكهربائيه بالديزل، بالطاقه النوويه، ايهما اكثر يعني اقتصادي؟ حاليا دلوقتي نقدر نقول انه الطاقه المتجدده رياح ثم شمس بقت منافس للطاقه التقليديه بشكل قوي. وهل ده بالاسعار العالميه للوقود الاحفوري اللي هو البترول او الديزل او البنزين او الاخر؟ مش ملعوب. وما الذي يعوق ان تكون الطاقه الشمسيه رقم واحد في مصر؟ هو في تقسيمه حضرتك. يعني بيعمل بيسموها باسكت، سله الطاقه، زي سله العملات كده بالظبط. لو حضرتك اعتمدت على الدولار بس هتبقى في خطر، واليورو وهكذا. بس هي من الناحية الفنية المفترض انه حضرتك بتعمل توازن ما بين المحطات الحرارية اللي هي بتشتغل على الوقود الاحفوري والاخره، بحيث انه لو في يوم مثلا احنا بنتكلم في يوم مشمس مفيش سحاب، في يوم مشمس الافيشنسي بتاعت المحطة دي 100%. كويس. الكلام ده هوت في الشتاء بيختلف عن كده. ليه؟ لانه بيبقى فيه سحاب، بيبقى فيه، فالقدره بتاعه المحطه او الطاقه المنتجه منها بتقل شويه. نفس الموضوع بالنسبه للرياح. الرياح برضو في سيزونز، في فترات الصيف مثلا الرياح بتشد فيها بتبقى عاليه، في فترات الشتاء بتبقى اقل من كده. فالمحطات المعتمده على الطاقه المتجدده يعني متذبذبه في الخارج بتاعها، ولهذا لازم يبقى عند حضرتك احتياطي من المحطات الحرارية والنووية والآخر. كل حاجة في الدنيا لها مزايا وعيوب.